عامه بيجي لنا العربيات بيبقى عامل زي المريض كده بالظبط، فيها سخونيه، بيشتكي مثلا من خنقه مش عارف ايه، فبيجي لنا العربيه فيها مشكله، احنا بنحل المشكله دي زيها زي البني ادم بالظبط. العربيات زي البني ادمين، عشان كده لازم تتعامل معامله تليق بيها. هي دي اجابه المهندس وليد رسلان لما سالناه ليه سميت ورشتك مستشفى السيارات. وليد مقسم ورشته قسمين، القسم الاول وهو الطوارئ، وده بيستقبل فيه اعطال السيارات الشائعه. مستشفى البني ادم بيروح لها ليه؟ بيبقى تعبان، عنده سخونيه، عنده احتقان. هنا برضو عندنا العربيه بتسخن، بتبقى مخنوقه، البنزين ما بيسحبش كويس، فاحنا بنعالج الكلام ده كله زي ما البني ادم بيتعالج العربيه بتتعالج. اما القسم الثاني في مستشفى السيارات فهو غرفه العمليات، وده القسم اللي بيتم فيه تعديل السيارات وتغيير الموتور والاعطال الكبرى. مثلا عربيه عايزه بتاع وش سلندر، بنجيبها نحط ندخلها غرفه العمليات وبنظبطها بنغيره لها وبتطلع تمام خالص. مستشفى السيارات بقى ليها زباين كتير نظرا للامكانيات المتوفره فيها، وبقى في ثقه كبيره بين وليد وبين الزباين، لدرجه ان الزباين بيجيبوا عربياتهم تكشف كشف دوري. وانا باجي هنا الورشه عشان دي اولا مش ورشه عاديه، دي مستشفى سيارات. انا باجي هنا العربيه لو فيها اي حاجه، سواء خبطه سواء ميكانيكا سواء عفشه سواء اي حاجه، بوديها للبشمهندس صاحب الورشه استاذ وليد رسلان، بيمسك العربيه بيشوف المشاكل بتاعتها ايه بيحلها لي، ولو في اي حاجه انا عايز اعدلها اي حاجه انا عايز اعملها بيعملها لي وبيظبط لي العربيه. وزي ما حضرتك شايف كده انا عندي جايب العربيه اهي ورا بيعمل لي فيها شغل، وبشمهندس زي الفل وفي ثقه ما بيننا، باجي اسيب له العربيه في اي وقت لو في اي حاجه بيعملها لي. حب ما تعمل كي تعمل ما تحب، دي مقوله مشهوره وليد بيطبقها في شغله، وقدر بيها انه يحول ورشته لمركز خدمه اشبه بالمستشفى.